اهلا بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل ان كتير من الاصدقاء بيطلبون ان انا اعمل بعض الحلقات عن الازمه الاخيره انا مثلا عملت حلقات كتيره عن مصر بس عاوزين حلقه شامله عن مصر فيما يتعلق بابعاد الازمه وعن الحلول علشان كده الحلقتين دول الحلقه الاولانيه دي هذه الحلقه هتكون عن عن الازمه المتعدده الاوجه في مصر يعني رؤيه شامله لازمه مصر والحلقة القادمة ستخصص للحلول، عشان بيقولوا فين الحلول فين الحلول، الحلقة القادمة ستكون مخصصة للحلول. النهاردة بنتكلم عن أزمة مصر متعددة الأوجه، علشان نتكلم بشكل كبير عن أزمة مصر متعددة الأوجه لازم نعمل الليفلز بتاعت بتاعت الموضوع، في أزمة القروض وسعر الصرف دي أزمة لوحديها. في ازمه الاقتصاد عموما دي ازمه اخرى لوحدها في ازمه مصر الشامله دي هي الازمه الكبرى في مصر وبالتالي هنركز على في هذه الحلقه بعجاله عن الـ عن الازمه الاولى و وسنركز اساسا على الازمه الشامله في مصر لان في ازمه شامله في مصر ازمه الاقتراض وسعر الصرف دي لها ثلاث اوجه اللي هي الديون الديون اللي وصلت في بعض التقديرات إلى 177 مليار دولار ديون خارجية غير الديون الداخلية التضخم، التضخم وصل ل وفقا لمعدل هينكي اندكس للتضخم 101% في سنة 2022 في مصر، 101% مصر بتقول ان 24% وادت الرقم ده لصندوقنا الدولي لكن ال... ال... الرقم الحقيقي هو 101% والتالتة الأز... الجزء التالت من اوجه هذه الازمة هو ندرة العملة الاجنبية وخاصة الدولار،, الدولار. في ندرة ندرة، يعني المسألة مش بس في السعر وبتاع كل دول يؤدي إلى أزمة سعر الصرف مصر بتدي اعلى سعر فايده في العالم على السندات ومع هذا مفيش جذب للسندات بتاعتها في الفتره الاخيره تاني اعلى دوله اقتراضا من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين خدمه الدين في مصر سنه 2022 2023 48 مليار سنه 2024 51 مليار سنه 2025 55 مليار دولار دي خدمه الدين فقط يعني ثلاث سنوات صعبين جدا 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 23 و24 و25 حوالي 60% من المصريين تحت خط الفقر دي الازمه الحاده حاليا اما ازمه الاقتصاد عموما فهي ازمه هيكليه ضخمه هذه الازمه الهيكليه ضخمه اديلها سنوات طويله تتجاوز فكره زي ما قال صندوق النقد الدولي هي قبل كورونا وقبل ازمه اوكرانيا وقبل كل شيء هناك ازمه خلل اقتصادي هيكلي في مصر كبيره منذ عقود منذ عقود مش من عهد السيسي من من زمان قوي دي الازمه الب... وبعد كده ال... الازمه الشامله ودي اللي هنركز عليها الازمه الشامله اللي هركز عليها النهارده بيحكمها ثلاث محددات رئيسية أنا في عهد الرئيس السابق مبارك قلت أن أزمة مصر تتلخص في ثلاثة كلمات رئيسية الاستبداد الفساد التطرف الديني الكلام ده كاتبه من أكثر من عشرين سنة الفساد الاستبداد التطرف الديني الحقيقه الاستبداد زاد اكتر بكتير من عهد مبارك، الفساد زاد اكتر بكتير من عهد مبارك، التطرف الديني نتيجه عهد مبارك طلع في عهد السيسي، انا اعتقد اعتقد هو قل بعض الشيء توجهات الدوله فيما يتعلق بالتطرف الديني في عهد السيسي ولكن تراكماته في العقود السابقه طفح في عهد السيسي، وبالتالي نقول ان اللي زادوا اكتر في عهد السيسي هم الاستبداد والفساد. انا قلت في تويتا من ثلاث سنين ان كان في الف شخص حوالين مبارك فاسدين سواء رجال اعمال او في 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 لجنه السياسات حوالين السيسي 10000 شخص فاسد ضباط واعلاميين وبرلمانيين يعني الفساد تضاعف كثيرا في عهد السيسي عن عهد مبارك الاستبداد بيطرد الكفاءات ويؤدي الى الشللية والمحسوبيه وتنميه الفساد ده الاستبداد الاستبداد توحش في عهد السيسي ووصل الى الطغيان. الفساد ياكل ثمار التنميه وتوزيع الدخل والعداله في توزيع الدخل ده الفساد، الفساد حاجه كل حاجه من دول حاجه كبيره قوي قوي. التطرف الديني طبعا الفساد والاستبداد بيغذيان التطرف الديني والتطرف الديني بي يعني بيؤدي الى شلل في المجتمع، الى شلل في المجتمع. يبقى بالنسبه للازمه الشامله في مصر نحن امام ازمه شامله في مصر متعدده الاوجه ازمه سياسيه ازمه اقتصاديه ازمه دينيه ازمه اجتماعيه ازمه ثقافيه ازمه تعليميه ازمه اداريه وازمه قيميه يعني شوفوا قد ايه حجم الازمه ما تبصوش على الازمه الاقتصاديه اللي بيتصور ان اللي وصل اليه الاقتصاد في مصر هو نتيجه ازمه واحده يبقى بيعزل الحاجات العوامل الحقيقيه الازمه شامله وما وصل اليه سعر الصرف وما وصل اليه الاقتصاد هو نتيجه ازمه شامله سياسيه وما فيش حلول الا لما الحل الشامل، ما فيش حلول جزئيه للموضوع، عاوزين حلول حقيقيه يبقى حلول شامله، الازمه تبقى شامله، الازمه هي اللي وصل ليها كل الازمه الشامله وصلت لهذا، كله مترابط ببعضيه ويغذي بعضه البعض، كل جزء من هذه المسائل وما تقدرش تحل الا لما تحل هذه الازمات، لو عاوزين حلول واللي هنطرحها في الحلقه القادمه، الحلول لابد ان تكون على كافه المستويات، طيب ايه هي بقى الاوجه المتعدده لي احنا قلنا القاسم المشترك في هذه الازمه من عهد مبارك الاستبداد والفساد والتطرف الديني، لكن ايه هي الاوجه التفصيليه المتعدده للازمه الشامله في مصر؟ أول حاجة موت وتجريم الحياة العامة وفساد الشلل أول حاجة موت الحياة العامة بل وتجريم الحياة العامة تجريم يعني مش بس السياسة ماتت السياسة لا تجرم السياسة اللي يقول انا اعمل معارضة زي ما قال زياد العليمي نعمل معارضة يسجنوه اللي يقول انا اترشح ضد الرئيس السيسي يسجنوه فبالتالي موت وتجريم الحياة العامة في موت في السياسه، موت في الاعلام، موت في البرلمان، موت في القضاء، موت في الحياه الحزبيه، موت في المجتمع المدني، موت في الحريات العامه وحتى الابداع والدراما والفن. يبقى اول وجه من اوجه الازمه في عهد السيسي العهد الحاليه هي موت وتجريم الحياه العامه في مصر بكافه اوجهها، موت وتجريم الحياه العامه. الوجه الآخر للأزمة هو توحش دور الجيش توحش دور الجيش خلي بالكم توحش دور الجيش وأنا هقول توحش دور الجيش أول حاجة التسليح الجيش المصري بيتسلح بالمليارات دي ليه؟ ليه؟ لمين؟ ليه؟ ليه هيحارب مين؟ هيحارب من سنة 73 الجيش المصري ما دخلش حرب أساسا ما دخلش حرب ولا اتدرب على حرب ولا أي شيء من هذا الكلام الموضوع الإرهاب دي حركات إرهابية مجموعة إرهابية لم يدخل الجيش المصري في حرب وغير متوقع إنه يدخل حرب وما حرب وما فيش تهديد لمصر من أي جهة الجيش المصري بيتسلح بأسلحة كبيرة جدا 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 في دولة فقيرة جدا جدا وبمليارات المليارات ليه ليه بيعمل كده الحاجة الثانية السيطرة على الاقتصاد وده هو الخطر الثاني السيطرة على الاقتصاد في مصر مصر السيسي قال في, في, أحد خطبه إيه الجي بيقولوا إن الجيش مسيطر على 50 أو 60 في المئة يا ريت بيقول يا ريت هو مسيطر على 50 أو 60 في المئة ده بيسيطر على 2 في المئة بس هو قال كده هذا غير صحيح بالمرة هذا كلام يعني لا يقبله عقل الجيش مسيطر على الاقتصاد في مصر الجيش مسيطر على الاقتصاد في مصر المشكله الاساسيه ان الجيش الجيش المصري كما قلت لم يدخل حرب من 1973 وسيطر على واختص لنفسه بميزانيه ضخمه للتسليح، ثم بعد ذلك شارك في اوجه النشاط الاقتصادي وسيطر على اعصاب الاقتصاد المصري، الجيش المصري سيطر على اعصاب الاقتصاد المصري، الاخطر من هذا ان الجيش المصري لانه ما دخلش حرب اساسا يسخر قوته للحفاظ على مكتسباته، الجيش المصري يسخر قوته للحفاظ على مكتسباته، ومن ثم اصبح عبئا على المجتمع وعلى الدولة وعلى المواطن، اصبح عبء على المجتمع لانه هو علشان ما فيش حرب متوقعة وما فيش تهديدات متوقعة ومصر ما فيش حد محتل فيها اجزاء، فهو بيسخر كل هذه القدرات للحفاظ على مكتسباته في معادلة القوة المصرية، والحفاظ على ان يكون الجيش هو الذي يحكم مصر. منذ 1952، هذا هو الخطوره، هذه الخطوره فيما يتعلق بوضع الجيش المصري. ناتي الى الوجه الثالث للازمه المصريه، ازمه نظام الحكم ودي مهمه جدا جدا في ازمه في نظام الحكم. منذ 1952 اسوأ انواع الاستعمار ما كانتش هتعمل في مصر ولا هتخرب في مصر. ولا هتفسد في مصر ولا هتدمر مصر اداريا كما فعلت ثوره 1923 يوليو 1953 52 والتي تم تجديدها في 3 يوليو 2013 تجديد العسكره ده تجديد العسكره وتجديد العسكره ده انا كنت كتبت سنه 2007 السيناريوهات المتوقعه للحكم ما بعد مبارك تجديد العسكره حصلت تجديد العسكره في 3 يوليو 2013 ما حصلش ابدا تدمير لكل مقومات الدوله المصريه كما حدث منذ سيطره العسكر على مصر قتلوا كل البدائل ويهددون المصريين بالفوضى والخراب للبديل وبيهددوهم طول الوقت بالبديل الاسلامي وبيغذوا وجود البديل الاسلامي علشان يكون هو البعبع اللي طول الوقت يهددوا المصريين به نهبوا ثروات مصر بعض الناس يعني بيقولوا يعني لو جه مثلا محمد العريان الاقتصادي ولا نعمة شفيق ولا الاقتصاديين العالميين دول المصريين اللي هم مصريين نوابخ في الخارج هيصلحوا مش هيصلحوا ما يقدروش يصلحوا لان في سوفت وير بيشتغلوا عليه غير السوفت وير السوفت وير المنتاليتي العقل العقل النظام السيستم السوفت وير بتاع سنه 52 ما يت... مش كومباتبل مع السوفت العالمي ما يمشيش لو جاء اي حد من الخارج نابغه من الخارج يا اما سيفشل داخل مصر يا اما سيهرب مباشره لانه يجد نفس... سيجد نفسه غير متاقلم وبالتالي في ازمه في نظام الحكم ازمه نظام الحكم دي بدات سنه 1952 ولا يمكن اصلاح مصر الا ب تغيير نظام الحكم مش راجل مش راجل هنا ولا رئيس ولا مش رئيس نظام الحكم نفسه نظام الحكم نفسه في مصر هو نظام فاشل فاسد استبدادي نتيجه سيطره العسكريين عليه من سنه 1952 ناتي للوجه الرابع للازمه الشامله في مصر انحطاط منظومه القيم وتصارع التطرف مصر فيها تطرف ديني غير عادي في العالم لدرجه ان هناك تصنف احيانا هي اكثر دوله متطرفه دينيا في العالم واحيانا اخرى يقال ان هي ثاني اكثر دوله تطرفا بعد بعد باكستان ومن ثم مصر متطرفه تطرف ديني غير موجود على الكره الارضيه اول او ثاني دوله في العالم من, من تصنيف التطرف الديني بيحصل مزايده بالدين طبعا العسكريين علشان يرضوا الشارع وعلشان يزايدوا على الاسلاميين يزايدوا بالدين من عهد السادات لعهد السيسي لعهد السيسي وبالتالي اصبحت الدين ي... 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 ابتلع المجال العام والنظام العام في مصر الدين ابتلع المجال العام والنظام العام في مصر وابتلع التطرف الديني الثقافه المصريه وال... والقيم المصريه يعني السيسي مثلا بنى كم مدرسه بنى 10800 مدرسه في 9 سنوات الاهرام قالت انه بنى 9600 مدرسه في في 8 سنوات بمعدل 1200 مدرسه في سوري انا اسف انا اسف بنى كم مدرسه 1200 مسجد سوري مش مدرسه يعني المفروض يوجه كل طاقته للمدارس لكن بنى 10800 مسجد مسجد في تسع سنوات بمعدل 1200 مسجد في السنه كما قالت جريده الاهرام بناء على ارقام وزاره الاوقاف. ال 10800 مسجد دول على الاقل عاوزين ألف موظف بين امام وامام مساعد وفراش وغير ذلك كل ده يضاف الى يعني انت حسبه بعشرات المليارات فيما يتعلق بالبناء نفسه وفيما يتعلق بتكلفته طويله المدى مرتبات الاخرين. شو تخيلوا مصر محتاجه 1200 مسجد بس يبنيهم الحكومه السيسي بتمويل كامل من الميزانيه بالاضافه طبعا الى اضعافهم من المساجد الاهليه هل مصر تحتاج الى ذلك؟ هل مصر تحتاج الى هذا الموضوع؟ هذا الموضوع فبالتالي نحن بالمناسبة فيهم اثنين من اكبر مساجد الشرق الاوسط وافريقيا مسجد مصر ومسجد الفتاح العليم من يعني دول عاوزين حلقة عشان تشوف تفاصيلهم ايه التطرف الديني مش بس دمر منظومة القيم والجدل الديني نفسه وابتلع المجال العام والنظام العام في مصر ولكن التطرف الديني اصبح كمان اداه لتغدير الشعب شوفوا اللي حصل في الفترة الاخيرة يطلع مثلا ان خالد الجندي يقول لا يمكن مصر تسقط لانها موجوده في القران. يطلع الراجل المفتي السابق علي جمعه يقول لو الجنيه بقى ب الدولار بقى ب جنيه مش هتسقط مصر لان النبي وصى عليها. يطلع البابا يقول ان كل الدول في عقل الله الا مصر في قلب الله، مصر بس في بيستثنيها ربنا ويحطها في قلب الله زي ما قال البابا تودرس كل ده هو جزء من استخدام الدين مش بس في تغيير منظومة القيم وفي السيطرة على المجال العام والنظام العام وفي النزول بمنظومة القيم المصرية الى الحضيض ولكن ايضا في تغدير الناس في تغدير الناس ربنا معنا ربنا موجود ربنا مش هيسيبنا مصر مش هتسكت مصر موجودة في القران مصر مذكورة في الانجيل مصر هذا الكلام كلام فارغ مصر انا هعمل لكم حلقه هي مصر سقطت اساسا في كل المؤشرات الدوليه هي منتظرين لما يكون 60 ستين 60% ستين من الشعب تحت خط الفقر هتقولوا مصر لسه ما سقطتش لما يكون ال... كل شيء ما فيش حريات ما انعدام الحريات انعدام الحريات وحقوق الانسان يبقى مصر ما سقطتش يعني ايه السقوط؟ ايه مفهوم السقوط؟ دي مساله ثاني الازهر الازهر عشان التطرف الأز... الازهر اخطر بكثير جدا من مكتب الارشاد بتاع الاخوان المسلمين، الازهر والجيش دول بيقتسموا السلطه وفوق السلطه وفوق الدوله وفوق كل شيء وعبء على الوطن وعلى المواطن وعلى الانسان وعلى تقدم مصر. ده محور التطرف الديني وممكن نتكلم فيه ساعات. انا بتكلم بسرعه شديده على الاوجه المختلفه للازمه المصريه. الـ 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 الوجه الخامس استهداف القطاع الخاص في عهد السيسي تحديدا استهداف القطاع الخاص اول حاجة المنافسة غير العادلة مع الجيش جيش بيشغل, الناس بالسخرة ما بيدفعش جرائب ولا دائد جمارك ولا حد يعرف ميزانيته وبيسيطر بالامر المباشر على المشروعات كل شيء وعاوزه ينافس قطاع خاص ولا قطاع اجنبي ما حدش هيجيلك نفسك تراجع استثمارات القطاع الخاص تفكيك بعض الصناعات القائمه فككت بعض الصناعات القائمه لانها غير قادره في المنافسه مع الجيش، الاستيلاء على بعض المشاريع، الجيش استولى على كثير من المشاريع الخاصه وضغط على رجال الاعمال لتسليمهم مشاريع خاصه، شوفوا منظومه الاعلام كلها تم تاميمها خدوها بالقوه، الجرايد خدوها بالقوه ومشروعات صناعيه خدوها بالقوه، هذا 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 واقع ده, ده يعني يعني عهد السيسي عمل على تهشيم القطاع الخاص، تهشيم انا بقول تهشيم القطاع الخاص. عدم توفير الدولار كمستلزمات للانتاج ما وفروش الدولار مش موفرين وبالتالي ازاي تشتغل مصانع بدون مستلزمات الانتاج؟ واخيرا وهذا موضوع ايضا يستحق يستحق ساعات كيف هشم نظام السيسي القطاع الخاص، ابتزاز الضباط لرجال الاعمال بيدخلوا معاهم بالعافيه شركاء او يفرضوا نفسهم كمستشارين او يشغلوا قطاع الاعمال الخاص بالسخره لصالح الجيش او 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 في حاجات كتيره جدا جدا ممكن نتكلم عنها في محور ازاي تم تهشيم القطاع الخاص في عهد السيسي. المحور السادس في في هذا في هذه المحاور محاور الازمه المصريه هو تربص الاخوان المسلمين بمصر، تربص الاخوان المسلمين طبعا تحريض مستمر على العنف من طرف الاخوان المسلمين تجهيز انفسهم في كل وقت ان هم البديل القادم، منسوش هذا الموضوع من سنه 1928 وهو عينهم على حكم مصر، فشلوا في حكم مصر مره سنه 2012 عاوزين يرجعوا تاني بيجهزوا نفسهم لحكم مصر ويقولوا ان احنا وطول الوقت يرى الاخوان المسلمون انفسهم انهم هم الكفء وهم الاكثر جداره وهم يستحقون حكم مصر وهم الذين دفعوا ثمنا لحكم مصر فبالتالي ما نسوش ابدا حكم مصر والاخوان المسلمين ده مش معناها الاعضاء الاخوان المسلمين الإمبريل الاسلاميه المظله الاسلاميه الشامله الاسلاميين بشكل بشكل اوسع اخطر ما يفعله الاخوان المسلمين حاليا وعملوه قبل ثوره 25 يناير هو العمل على استيعاب المعارضه وتوظيفها لصالح المشروع الاخواني المعارضة بكل ما يلاقوا شخص كويس ومعارضة وهو مش إخوان مسلمين يلفوا عليه يعملوا تحالفات معاه يعملوا جماعات معارضة ويضموه ليها يعملوا له منبر إحنا ما عندناش منابر الإعلام المصري مش بديك منبر إعلام السعودية وإعلام الإمارات متحالف مع مصر حتى الجزيرة بدأت تخف عن مصر بالتالي ما فيش منبر تتكلم فيه إلا, إلا منابرنا إحنا كإخوان مسلمين تحالف معانا إحنا بنديك منبر تتكلم وفي الآخر كله ده عشان يوظفوا المعارضة علشان يستوعبوا المعارضه علشان تعمل المعارضه في الواقع لصالح مشروعهم المستقبلي، الاخوان المسلمين والاسلاميين خطرا دائما على مصر منذ 1928 وما زال ولم لم يفقدوا الامل ابدا في عوده الحكم ولم يفقدوا الامل ابدا في جدارتهم بحكم مصر. هم مشروع خراب الاخوان المسلمين والاسلاميين هم مشروع خراب لمصر وما زالوا مصرين على العوده لمزيد من التخريب. والاخطر كما قلت هو توظيفهم للمعارضه المدنيه في مشروعهم، فعلوا ذلك طوال انا عملت حلقه كيف وظف الاخوان المسلمون القوى السياسيه لصالح مشروعهم، حلقه طويله جبتها من ايام الملك لحد ايام مبارك، ازاي وظفوا الجماعات المعارضه والقوى المدنيه لصالح مشروعهم والان عاد الاخوان المسلمين الى توظيف القوى المدنيه المعارضه لصالح مشروعهم تجهيزا لانفسهم للانقضاض على الحكم ده ده موضوع الاخوان واحنا عملنا انا عملت كتير قوي حلقات عن الاخوان المظهر السابع للازمه المصريه الشامله هو ان الفساد اصبح مطلب شعبي الفساد مطلب شعبي حد يقول كده نعم الفساد ما ده, ده انا قريت مقوله للجبرتي بيقولها من زمان قوي بيقول ان المصريون يحبون الحاكم الفاسد لكي يظلموا بعضهم البعض عشان يفسدوا بعضهم البعض المصريين بيحبوا الحاكم الفاسد ده الجبرتي الجبرتي من قرون بيقول ان المصريين بيحبوا الحاكم الفاسد عشان يظلموا بعضهم بعض عشان يفسدوا يعني عشان يدوا لنفسهم شرعيه للفساد عشان الحاكم الفاسد بيديهم شرعيه للفساد فمعظم المصريين يرى نفسه مستحقا ان يكون فاسدا لان لان الدوله والحاكم فاسد يعني اول حاجه معظم المصريين يرون انفسهم يستحقون ان يكونوا فاسدين لان الدوله والحاكم فاسد وانه معظم المصريين الفاسدين يرون انهم لا يستطيعون ان يعيشوا بدون دخل القادم من الفساد لانه الدوله تعتبر هم بيقولوا كده ان الدولة بتعتبر الجزء الليجل الفاسد في داخلنا هو جزء من داخلنا والدولة بتعاملنا على كده فلازم نبقى فاسدين ومن ثم هم شايفين ان الكل فاسد وان الدولة فاسدة وان الدولة بتعتبر ان الفساد جزء من داخلهم وأنهم لا يستطيعون أن يعيشون بدون فساد ده معظم المصريين وكل واحد يقول إيش أنا ما كله فاسد ما كله فاسد ما الدولة فاسدة ما الحاكم فاسد ما اللي مش عارف فاسد وكده وبالتالي أنا قلت مقولة من سنين من أيام مبارك أنا قلت الفساد مطلب شعبي هناك ناس م... أنا بقول معظم لأن في قلة أمينة قلة قلة أمينة وفي قلة أيضا لا تستطيع أن تفسد يعني نطاق عملها ما يديهاش فرصه للفساد، ما فيش ما فيش طريقه للفساد، وبالتالي في قله ما عاوزة تفسد بس مش عارفة وفي قلة أمينة والأغلبية فاسدة بل وأن الفساد مطلب شعبي هذا موضوع كبير جدا في فساد طريقة يعني مأسسة الفساد بقى مؤسسي وشعبوي وشعبي وشعبوي وكمان اعطاء شرعية للفساد في مصر من أيام مبارك من أيام مبارك بدأ من أيام السداد بشكل صغير وتوحش في عهد مبارك واستمر و... 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 في عهد السيسي اللي هي شعبويه الفساد وشرعيه الفساد ال 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 ال, ال... ال... الوجه الثامن للازمه المصريه العميقه التي تعيشها مصر حاليا اللي هي تاثير الازمه الحاليه وتغير دور وموقف دول الخليج اول حاجه الازمه الماليه طبعا مصر كانت في ازمه قبل كورونا وازمه هيكليه قبل كورونا وازمه انفاق سفيه قبل كورونا وأزمة قروض قبل كورونا وأزمة قرون قبل أب كورونا وقبل, وقبل أوكرانيا وقبل كل ده ولكن تعمقت الأزمة نتيجة الكورونا ونتيجة أزمة أوكرانيا كمان دور دول الخليج اللي تغير جدا ب180 درجة 180 درجة سياسة السعودية مش هندي, مش هندي معونات لحكام بيعملوا بيها قصور ويركبوا بيها طيارات ب 500 مليون ويركبوا ويعملوا ويدعوا الفقر وهم بيعيشوا في طريقه مين مين رئيس الولايات المتحده يقولوا حد يطلع يقول لي كم قصر رئاسي لرئيس الولايات المتحده الامريكيه اغنى دوله في التاريخ اغنى دوله في التاريخ كم قصر رئاسي؟ كم قصر رئاسي يقولوا لنا كده ويشوفوا قد ايه كم قصر رئاسي في مصر؟ وهل مصر تحتاج كل هذه القصور الرئيسيه؟ انا ما اعرفش الا البيت الابيض ومنتجع كامب ديفيد. حاجات بسيطه جدا لرئيس الولايات المتحده، والبيت الابيض حاجه صغيره ليست حاجه كبيره، احنا عملنا مسيرات كتيرة ودخلنا البيت الابيض كتير وشفنا البيت الابيض من الداخل حاجه صغيره لا, لا ليست شوفوا شوفوا كم القصور المصريه وليه؟ ليه ده كل القصور دي وبيعمل قصور تاني ليه؟ وغيره مش القصور بس كل شيء المدن الكاملة، الحاجات الكاملة، الأصول في الشواطئ، أسور في العالمين، أصول في مرسى العالم، أصول في العاصمة الإدارية، أصول هذه مسائل فالسعودية قالت لا إحنا ما نديش لحاكم وشلة تحكم تاخد توظف المعونات لصالحها، إحنا إحنا هندي هنستبع شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في في إعطاء المعونات يعني خلاص توقفت حنفية السعودية وبتشتري دلوقتي بل ويشتروا اصول سياديه والامارات اتجهت الى شراء اصول سياديه وبالتالي الامارات والسعوديه الاكثر توريد والكويت طبعا خدت موقف تام وقالت مش هندفع على مصر خالص وهكذا دلوقتي دول الخليج سواء السعوديه سواء الامارات سواء الكويت سواء قطر لن يدخلوا مصر الا لشراء مشاريع ناجحه و ومتميزه وبسعر اعلى اقل من السعر العالمي اتغيرت الدنيا فده ده مازق كانوا كان معتمد على حنفيه الخليج ومعتمد على ان سوق الاقراض مفتوح له لكن جت اوكرانيا وجت ازمه اوكرانيا وقللت المعروض من القروض لمصر دي ازمه لكن ناتي الازمه كبيره اخرى أزمة كبيرة أخرى وسؤال كبير آخر والمحور الأخير في هذه هذا اللقاء هل السيسي مسؤول عن الأزمة؟ هذا السؤال مهم جدا طبعا أنا كنت من مؤيد السيسي طبعا ولا أنكر هذا ولا أخجل من أي شيء بالعكس كنت ممتن له بأن هو أزاح الإخوان المسلمين من المشهد كنا ممتنين له لإزاحة الإخوان المسلمين ولكن يبقى السؤال هل إزاحة الإخوان المسلمين من المشهد معناه أن السيسي كفءا لحكم مصر أو أنه حكم مصر بالرشادة في التسع سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة اللي كان لها يد الطولة لا طبعا لا طبعا السيسي جزء من الأزمة السيسي فشل في حكم مصر بعد أن حصل على كل شيء السيسي فشل كل كلمة دي فشل في حكم مصر وفي إدارة الدولة المصرية بعد أن حصل على كل شيء حصل على إيه؟ حصل على تأييد شعبي واسع في السنوات الأولى بالفعل سنة 2013 و2014 وربما لحد 2015 لو ترشح السيسي في انتخابات حرة نزيهة كان يكسب باكتساح الآن إذا ترشح السيسي في انتخابات حرة لن يأخذ أكثر من 5 إلى 10% لو انتخابات حرة لن يأخذ أكثر من 5 إلى 10% المشكلة أنا لا أتكلم عن أعداء السيسي، أعداء السيسي من الإخوان والإسلاميين عاوزين يموتوه من أول يوم من 2013، أنا بتكلم عن مؤيدي السيسي، مؤيدي السيسي أغلب مؤيدي السيسي يرون أنه سبب الأزمة الطاحنة وخاصة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حالياً. ف... فليس الامتنان بدوره في إزاحة الإخوان معناه أن هو يحكم مصر بهذه الطريقة. هذا هز... هز... شيء وهذا شيء آخر. حصل السيسي على تأييد واسع شعبي واسع في السنوات الأولى، على تفويض شعبي في بعض المسائل الهامة، حصل على سيطرة كاملة على موارد الدولة المصرية، لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، أن سيطر شخص على كل موارد مصر بهذه الطريقة، سيطر عليها وأدارها إدارة فردية وكله عبارة عن مجرد دُمى حواليه. هو بيدير دي بيدير إدارة موارد مصر كلها سيطر على جميع السلطات جميع السلطات سيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية شكل إعلام هو الأسوأ منذ ظهور الإعلام في مصر في القرن التسعة عشر هو الأسوأ الأسوأ وبرلمان هو الأسوأ منذ أن عرفت مصر البرلمانات حتى أسوأ من برلمان الإخوان بتاع سنة 2012 لأن برلمان الإخوان أولا كان منتخب انتخابات نزيهة وكان في ناس متطرفين لكن كان في على الأقل ناس فاهمين وناس يقول لا يعني كان في قوة ثورية وإصلاحية وكان في متطرفين إسلاميين لكن هذا البرلمان هو والهواء واحد لا قيمة له بل وزود البرلمان أكتر وعمل مجلس شيوخ كرشوة لأتباعه كرشوة هذه المناصب رشوات ليس ليس لها علاقة بمصر، هو البرلمان هو الأسوأ في تاريخ مصر. الأسوأ في تاريخ مصر. سيطرة تامة على القضاء السياسي بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا، بما في ذلك المحكمة الدستورية، لم يحدث أبدا هذا، كان هناك تدخلا في عهد مبارك بشكل كبير في القضاء السياسي، القضاء كان مسيسا من عهد مبارك ولكنه تم تسييسه تسييسا تاما في القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان والوجه الآخر انه تم السيطره على قرارات المحكمه الاداريه العليا والمحكمه الدستوريه العليا مده حكم تقترب من عشر سنوات يبقى السيسي خد فرصه في كل ده وفشل عمل السيسي على تمديد ال... تمديد الكذب وترحيل الاوهام تمديد الكذب وترحيل الاوهام ادوني سنه واحده وهتشوفوا ادوني سنتين وهتشوفوا اصبروا شويه ثم قفزه بعد كده بعد كده ادوني شف... ادوني تريليون دولار وبحاسبوني نديك تريليون دولار ليه؟ نديك تريليون بصفتك انت انت خدت حوالي 400 مليار دولار موارد كانت في ايدك انفقتها بشكل س... جيد عشان يدوك تريليون دولار كمان تبعزقها ثم قفزه اخرى ان لجبنا ربنا ولا يحاسبنا ربنا ثم قفزه اخرى مالكوش عندي حاجه ربنا موجود ومش هيسيبنا، ما تخافوش ربنا موجود ومش هيسيبنا، شوف القفزات، شوف القفزات، شوف تمديد الاوهام، في الاخر خالص وصلنا لربنا، ربنا اللي مش هيسيبنا، بعد ما هو خد كل شيء، كل شيء، كل السلطات، كل الموارد، كل حاجه في ايديه، بعد كده رحل الازمه لربنا. يتهم المصريين بالهري والتشاؤم وان و و وان هم المشكله في السبب، وكل ده, ده وانهم بتاع، ولكن رغم السيسي ويقول انا انا اللي فاهم بس انا اللي عارف مشاكل مصر بقى انتوا مش فاهمين انا عندي الحلول اسمعوني انا فقط كل ده كل ده بيقوله للمصريين وفي الاخر خالص هو الاكثر هرتلة في تاريخ رؤساء مصر في العصر الحديث الاكثر هرتلا في تاريخ في من من البدايه خالص من البدايه وهو عايش الاوهام الدينيه ويقول ان مش عارفه مين وانا مع ياسر رزق وحواره مع ياسر رزق وان ان دي جات له منحه الهيه الحكم جاله منحه الهيه وجاله على الى ان وصل الى ان القيم الدينيه اعلى من القيم الانسانيه بكتير وصلنا لهذا المستوى ان القيم الانسانيه دي اهم حاجه القيم الدينيه عنده في النهاية أرحل السيسي المشكلة على ثورة يناير وصل بيقولوا ان 477 مليار دولار خسرناها في 12 يوم هذه هذه كذبه شيء لا يمكن بني ادم في العالم هو هو تض... انت انت استلمت دين ضعفته خمس مرات تقول لي ثورة يناير ثورة يناير عملت ايه؟ 12 يوم عملت ايه؟ عملت ايه ثورة يناير؟ بيرحل الموضوع على ثورة يناير شطنت ثورة يناير على كورونا وغزو اوكرانيا على تعداد الشعب المتزايد ما انتوا بتزيدوا ما انتوا بتزيدوا على اكل المصريين الكتير كله بيضه واحده مش عارف ايه على استهلاك المصريين كل ده بيرحل المشكله مش عاوز يتحمل المسؤوليه هو المسؤول الاول الاول عن المشكلة الاقتصادية التي وصلت إليها مصر على سوء الإدارة التي وصلت إليه، على التردي الغير مسبوق في حقوق الإنسان وفي الحريات العامة وفي الحياة السياسية وفي الحياة العامة هو المسؤول مسؤولية مباشرة وأولى عن كل هذا وفي الآخر خالص يريد أن يتبرأ من كل ذلك أنا بالنسبة للسيسي محور السيسي هختم باللي كتبته صحيفة إسرائيل اليوم إسرائيل توداي السيسي يحاول أن يثبت للشعب المصري بانها مشكله عالميه وليس له دور في الكارثه التي تعيشها مصر حاليا وهذا ليس صحيحا هو لا يعي شيئا في الاقتصاد والازمات تتفاقم حتى الذين ايدوه في البدايه يشتمونه اليوم ويريدون ان يتخلصوا منه ومن المؤسسه العسكريه المعزوله عن الشعب المعزوله عن الشعب بالتالي ان الس... ده ما قالته اسرائيل اليوم عن رؤيتها لموقف السيسي ولدور السيسي في الازمه. ازمه مصر السيسي وصلنا لمرحله اخطر، ايام مبارك كان كنا بنقول انا او الفوضى وحصلت الفوضى. ايام مبارك خيارات مبارك انا او الاخوان انا او الفوضى، الان خيارات السيسي انا او الطوفان، يعني انا او الطوفان، يعني الارض الدنيا هتبقى بقى خراب تام كده. عنده عنده اصرار على الاستمرار في الخطا عندي شديد جدا واستمرار على وهم ديني ومهمه الهيه خياليه في دماغه فقط مهمه الهيه جاي لها حتى في الاسلام مهمه الهيه جاي يصلح الاسلام هو والواقع ان هو بينقله بي والواقع مش بيصلح الاسلام ولا بيصلح الخطاب الديني هو هو بيعمل تدين اكتر للمجال العام تدين اكتر للفضاء العام تدين اكتر في المجتمع تدين اكتر في المجتمع مش 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 اصلاح ديني طبعا عنده نرجسيه مفرطه وادعاء غير عادي للمعرفه استسكاء على الناس ان هو استسكاء الناس فاهمه هو بيستسكى عليهم عنده فقدان للرشادة الاقتصادية منع البدائل السلمية حول مصر إلى جمهورية الخوف وتراجع الأمل إن أخطر ما يمثله السيسي ليس فقط دوره دور الرئيس في الأزمة الاقتصادية والسياسية والحقوقية والحريات التي تعيش مصر بل أنه غلق الطريق أمام البدائل ومن ثم يزداد التشاؤم وتقل مساحة الأمل في المستقبل وانتقلت خيارات المصريين من أنا والفوضى في عهد مبارك إلى أنا والطوفان في عهد السيسي هذا هو دور السيسي في الأزمة وسنتوقف في مسألة الحلول سنطرح كل الحلول أنا هختم هذا اللقاء ببعض المقولات الختامية الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري موجود قبل كورونا وقبل حرب أوكرانيا صندوق النقد الدولي المصريون يكافحون من أجل وضع الطعام على موائدهم Financial Times حياة المعظم حياة معظم المصريين هي حربا يومية من أجل البقاء إسرائيل اليوم المصريون يعيشون في خوف ويأس واشنطن بوست هذه هي تلخيص لرؤية هنا ممكن أقول عشرات المقولات عن هذا رؤية العالم لما وصل إليه هذه هي الأزمة السياسية كما الأزمة الشاملة كما أراها المسألة أوسع بكثير من سعر الدولار وأوسع بكثير من أزمة اقتصادية أيضا الأزمة الاقتصادية الأوسع ولكنها ازمه شامله شامله كبيره جدا ازمه سياسيه واقتصاديه وثقافيه وتعليميه ودينيه وقيميه وتربويه هي ازمه ش... واداريه هي ازمه كبيره جدا ولا يوجد حلول دون العمل على كافه الازمات، لا يوجد حلول للمستقبل اكثر من التعليم، لا يوجد حل للمستقبل اكثر من التعليم. اللي مصر خرجت تماما من مؤشر التعليم، لا يوجد حل الا بمدنيه الدوله حقيقه، لا يوجد حل الا باداره رشيده، لا يوجد حل الا بالشفافيه والمساءله، ستجد رؤيتي للحلول في حلقه قادمه هي الحلقه الجايه، اشكركم والقاكم في حلقه قادمه عن هل هناك حل لازمه مصر الحاليه؟ شكرا لكم.